إذا أنا في الحقيقة متأثر يعني من الانتخابات ديال اليوم، لأن لنا علاقة كبيرة بمدينة أكادير، وهذا تكليف من طرف يعني المواطنين، وأنا كنعرف المشاكل الكبرى اللي مطروحة في المدينة، واللي كانت لنا مناسبة أنه في الحملة الانتخابية نستمعوا الناس ونشوفوا الإشكاليات ديالهم والمشاكل ديالهم، لا يعني في بعض الأحياء الهامشية ولا يعني في الشباب الحاجيات ديالو فيما يخص يعني الشغل، ولا كذلك مدينة اللي خصها ثقافة، اللي خصها رياضة، اللي خصها واحد النشاط، واحد الحيوية. أنا أفتخر بالفريق اللي كاين اليوم، كلهم اللي موجودين معنا داخل يعني المجلس، اللي غادي يقوم بواحد العمل ديالو جبار، لأنه الأغلبية كلهم جاو باش يخدموا مدينتهم، يخدموا المواطنين، باش يرجعوا المدينة المكانة اللي كانت فيها من قبل وتكون أحسن إن شاء الله. وحنا عندنا مشاريع كبرى، عندنا نموذج ديال، عندنا واحد الاستراتيجي إن شاء الله اللي غادي نتكلموا عليها بعضياتنا، ومن بعد غنرجعوا لعندكم وغادي نشرحوها للمواطنين، ونحاولوا ننزلوها خلال السنوات المقبلة، مع العلم بأنه أكبر مشروع هو الورش الملكي ديال 5 مليار ديال الدرهم اللي جا به سيدنا لهذه المنطقة، واللي غادي نحافظوا إن شاء الله باش ننزلوه في أحسن الظروف. شكرا.